بهالاسبوع باوتو فوكس عم نستعرض احلى طرازات نيسان مع وكلاء نيسان بلبنان اكيد ريمكو او رسام يونس موتور كومباني. مره جديده مسيو علاء بشنطف بطل معنا ليحكينا اكثر عن السيارات الحلوه اللي عم تشوفها. علاء هاي جورج كيف اليوم؟ كمان طراز سياره عائليه، سياره لحتى بزنس مان، سياره شبابيه، ما لها سيجمنت معين، سياره لكل العائله، لكل حدا مهتم بسياره عمليه، لسياره لكل يوم. هي السنترا اليوم حنستعرضها من نيسان ويك عندكم اوتو فوكس مع اللون الحلو كمان، مع في هذا اللون وفي كذا كمان لون بعد، في الوان حلوه بعد غيرها على السنترا. نعم، والليد لايتس المضويين اليوم معنا كمان عطينا هيك لوك حلو اكثر للسياره، وفرجينا طابع بالليل قد ايه بتكون شكلها حلو على الطريق بالليل وبنهاري. وانس عم بتدور السياره عم بتطلع فيها للسياره عم بيضوي عندك الليد تبع السياره، عم يعطيك ديزاين، عم يعطيك سيفتي، عم يعطيك قصص اكثر، شكل ديزاين اكثر احلى للسياره. سنترا شو تغير فيها الجديده هلا اللي عم نشوفها؟ سنترا هي بلشت كموديل بالسوق اللبناني بال 2013 بغير اسواق، نازله محل غير سياره، بس بلبنان بلشت بال 2013 هي كسياره سيدان، ميد سايز سيدان، يعني هي سي سيجمنت سيدان، عم تاخذ كسياره عائليه، فيها وسع، فيها رومينس. إذا بدك عم تاخذ سيجمنت أكبر من الصني، أوكي، كأوبشنز، كتفاصيل، كديتيلز، عم بتكون كأنجن في 1.6، في 1.8 لتر، في 2 أنجنز بيجي عليها، وعندك بلس تاخذ هالباور، تاخذ هالبرفورمانس بالسيارة، في الترانسميشن، ترانسميشن هو سي في تي ترانسميشن، ست غيارات للسرعة؟ ست غيارات للسرعة بلس بيتر اكسلريشن، مصروف بنزين أحسن على المحركين، ست غيارات على المحركين، على 1.6 وال 1.8 لتر. وبلس مثل ما قلنا عندك مصروف بنزين احسن للسياره، اكسلريشن احسن، خصوصا عندك طرقاتنا كلها طلوع كلها جبل، بتعطيك هذا الشيء بيرفورمنس احسن للسياره. نعم، شكل السياره مثل ما حكيت عنه كمان شكل كثير عصري وحلو، سياره واسعه اكثر من الصاني، عم تشوفها كنا ناحيه كمان على جنب سايد فيو، لاينز حلوين كثير، ومثل ما عم تشوف الليد لايتس منوعين من ناحيه اماميه. هلا من الداخل، من الداخل وانا فتحت الباب دور هاندل عندك تيجي انتليجنت كيلس انتري سيستم، مثل عم تشوف الخشب كمان الداخل، الخشب كانتيريور، البواب بيجوا مخمل، فرشه مخمل، بيجي عندك على ستيرنج اوديو كنترول، عندك الداشبورد كله بيجي خشب وود انتيريور، بيجي عندك الضوء من ورا ال اي دي كمان، تابلو بيجي عندك كذا مع درايفر انفورميشن سنتر، مصروف البنزين، قد ايه صار لدايره السياره، اللي عندك راديو سي دي ام بي 3 مع الاوكزيليري، كل هول التفاصيل موجودين كستاندرد اوبشنز على السنترا. ولاحظوا الوساعة من الداخل، دي السيارة واسعة عن جد، هيدروم رائع كبير، ازاز كمان كتير شرح، بسيارة اذا بدك كتير زعاد فيها بتحسن ضوية، يعني ما فيها شيء غامق او مغم على الشخص اللي قاعد فيها، سيارة واسعة، ازازة كبير من قدام، حتى على جوانب، حتى ازاز الخلفي لها، وخصوصا قاعدة الورا الرومينس عم نحكي عنها، يعني الليج روم اذا بتقعد بالسجن رول ما عاد الوراني بتقعد تقعد عائلة مرتاح، يعني عندك حدا كبير حدا صغير بيقعد مرتاح فيها، وكل هذا بدل في عندك سبيس بقلب الصندوق، رومينس الصندوق كمان وسيع على السيارة، وهيدا عم تاخذها مع هالاوبشنز، مع هالستاند، مع جنوطه 16 بقلب السياره مثل ما شفنا، بوش ستارت بتن، انتليجنت كيلس انتري سيستم مع اوديو ليد. الكروم كمان حلو على اكيد مسكات الابواب، والكروم اللي داخل على جوانب شبابيك السياره من ناحيه الاماميه، مسكات الابواب الداخليه مع الخشب كمان، مع المناعات، كومبينيشن كثير حلو على السياره، فيها فخامه، حلوه السياره، سياره فخمه عمليه نسبه للاوبشنز، نسبه للفيتشرز، ما نحكي عن عرض عن سعره اللي هو 18900 مع تي في اي، يعني كل هول اوبشنز، سعر كثير مناسب، سعر مغري لانجن 1.6 او 1.8 ستارتنج، هذا البرايس 18900، سياره جدا فيري كومبتيتيف، كثير حلوه سوقتها، بدعي المشاهدين يجوا يعملوا تيست درايف بحيالة شوروم من شورومات، خصوصا بالشوروم الجديد تبعنا بدبي فتحناها، او يتصلوا على 1599 على الهوت لاين تبعنا. شكرا على نيسان سنترا، فعلا سياره كثير حلوه استعرضناها اليوم بشكل شبه مفصل اكيد مشاهدينا، للمزيد فيكم مثل ما الاعلان تروحوا على شوروم تشوفوها، واذا ما لحقتوا تشوفوا هالحلقه mtv.com.lb بشوفوا كل حلقات اوتو فوكس، وخاصه عم بهالاسبوع اسبوع نيسان، ولا تتواصلوا معنا نحن باوتو فوكس على الفيسبوك بيج، راسلونا على الانبوكس واكيد بنرد عليكم. الى اللقاء.